شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وثمان لا فرد صدف جاسي شبهات أخرى في مسألة العذر بالجهل. دلين نابي أجر كسيك لمسلمانان كوتنيو شركة واتو تيايا بوستيتو بلي من تكفيريناك چونكا بيانو جهل نيو إنساني جا أجر كسيك كافر بي كافرينكا خوي كافر دبي و مسلمان لمسألة عقيدة دا معذور نيا جهل تيايا ناخوا أجر وابي أو كاتا يهود ونصارى شغلين نوانش جاهل نو عذر تيايا دبيت مانعو نابي بلين كافرين واشتي كتريش دلين تنها عذر لكو دا هيا بو كسي كلا دور دست بجي لبادي ودشتي كسوال دا علم علمائي بينا قاد يان كسي تازا مسلمان بو بي ولا من بو أمو أم شبهاني كباس من كد طبعا لدريجي درسكان همي ولا من دراوتوا ولا من دوباريك أموك مختصرك ينا من بو يبير تاني خينوا وجهي يكم إن مسائل التكفير لا يجوز لغير أهل العلم الخوض فيه. ما جواب معنى كسك أهل علم نية نابي لمسائل التكفير قسبك باشا ياك التكفير أصلي إيمان به شون بي علماء بلن ورياب نقصل تكفير مكان كابو تكفير أصلي إيمان نية أو تكفيريك تو حكم لسر كسي شي معين بدي أما اشتك كفر أبيبا كفري بزاني يان بونمنا كفر بطاغوت أنا أصل إيمانا هونك نابي مناقشتي يعني أما كسي معين كوتوتني وكفر وا توتواني بلك كاك مقصد سرناك لدينك يخو ما ترسم كاك باك كسي يترق سيتيابك بعلماء سيتيابك بأهل علم سيتيابك كابو تكفير أصلي إيمانية أصلي دينية أو تكفير مفصليك مسلمانك أجر كنت بيت ناو شتك لا شركة ويا كفرة أو أصل إيماني وكفر ديجبه بو أهلي خوي فرضة ولا سر كوي أمات نقل سر تاك تاكي علماش عالمي واهي تكفيري فلان كسك عالمي واهي على من تكفيري ناك مكسي كلا من أهل عل أعلم تريبا قصيتي أوك انت نقل سر تاك تاكي علماش فرض نية تجاي أوي همو قنجي همو مسلماني همو كسي قصيتي أوك نخي. إن مسائل التكفير لا يجوز لغير أهل العلم الخوض فيها. ومن هنا يتبين أن إطلاق صاحب الشبهة بأنه لا يجوز أن يتوقف المسلم عن تكفيره إطلاق غير صحيح. أويك دلين نابي مسلمان سيودوب كاو بوستي لويك أجر كسي كوتنية والشركة ويا النواقض وا تكفيرينك خوي كافر دبي أجر تكفيرينك قسيكي بيسروبر أصل أساسي لشرع إسلام النية عكسكي صحيحة عكسكي صحيحة بل لو عكس الكلام وقال لا يجوز أن يخوض المسلم في مسائل التكفير إلا بعلم يعني نابي كز لا 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 لدين دا قصبك يا لمسائل التكفير دا قصبك إلا بعلم قصبك لكان هو الصواب نقلا وعقلا. ويقول بعضهم هنديك لوانيك أهل تكفيرا أرنشي فمن ارتكب ناقضا فلكل مسلم تكفيره هر كسيك هر ناقض يشتوجبو هر ناقض النواقض الإسلامي أنجام دا بو همو مسلمانك تكفيري درسته وادلا همو مسلمانك توعي تكفيريك فرق عالم وجاهل وأولي وهذا غير صحيح بو لأن كل مسلم بلي همو مسلمانه يشمل غير أهل العلم أواني كوان جاهلي شان هيا عوامي شكريتا وغير أهل العلم لا يجوز لهم الخوض في مسائل التكفير كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم يعني اشتك علم الدنيا شويني مكة ووازي لبنا اشتونيا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي ولا تقول ولا تقف يعني ولا تقل كما رجح الطبري
قال الشوكاني بات ما شيء قول العلماء كنت عمل هذا هم النقل كده ولا مو كده باريك في السيل الجرار. اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. يعني بوهيج مسلمان دروز نية مسألة شيء كسيق لمسلمان درشوا لبوبا كافر تكفيرك إلا بوكسيك بلغيب يبي إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. يعني يوكو خور للروج دا تشون أشكرايا ببلغي وها بلغي بيبي أنجا أتواني. فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله أو عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع في لفظ وفي لفظ فقد كفر أحدهما. ففي هذه الأحاديث ما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. نبي بلا التكفير ده بكرة. يعني همو أم قصعنا قصي علماء بلغن لسرعوي كوا تكفير إيشي همو كسيق نية همو مسلماني عوام بي جاهل بي نزام بي نفام بي قنج بي خوينوار بي نخوينوار بي بس شكوتنا وكفرتو تكفيري كي إيشي همو كسيق نية. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين كما في الدرر السنية وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله. هل كسي خوي خوش ديني خوي خوش باشا نصيحتي خوي بك وعقاي لقيامتي خوي هبه نامي لما سيتكفير أقصبك جاء أقر تكفير أصلي دين بوايا بوشي بعد الله إلا بعلمه وإلا ببرهانه. وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله فإن إخراج الرجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين كي مسلمان وكي كافر. يعني اشتيك لا أو اشتعنيك لقورتهين اشتكان يعني قورتهين اشتيك لدينا بوياها مكسيناتوان. وقال الشيخ سليمان بن السحمان رحمه الله في إجابة لسؤال عن بعض المسائل المتعلقة بالتكفير في الدرر كما في الدرر السنية أفرمتشي شيخ سليمان بن سحماء الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد تأملت ما ذكره الأخ من المسائل التي ابتلي بالخوض فيها كثير من الناس من غير معرفة ولا إتقان ولا بينة ولا دليل واضح من السنة القرآن تماشا لسلمي أي شيء الله يتيف كلام ورد بوما ولو مسائلانيك أم برعاية برسالك أو باسيك درباري أو شتاني كوا خلشي شي زور توجبون تيو قلاون توجبون ببيع أوي كشار زين هبي ببيع أوي شتاكان بوردي دراسة كان ببيع أوي بلغان هبي لقرآن والسنة ده. وقد كان غالب من يتكلم فيها بعض المتدينين من العوام أوي كزور لما سألت تكفير ده الشيخ سليمان بن السحمان الله أما لا سردمي أوي جدا لولاتي أوي جدا تجاي لها مو دنيا استا هركسيك تو زيك شد ازانيت للدين اي جزر بكمي يكسر وات يجي يشتوا تكفير اصل دينه او اجا تكفير نكي كافر بيتوا علي اويك الزور اويك وانيك زور بي وانيك قسيت يا كان عوام لو انك خلق باب زاني عوام شيا عوام هي اوي ريشي نبيو عوام هي نات مزگوت عوام وي خلي كارو كاسبي بخوا زوري لو انا شيكا رجدار احترام ما يبو طلبي علم بكزاني شارزة زور لو انا جل علم دا عوام زور لطلب شر عوام احترام الرزم هيا عوام شي لمستواي علماء مجتهدين هم من عوام يعني زور لمن عوام بويا واني كلم علم قسا اكان علم النية جاري خو كي هي مجتهد به كم كي هي طلبيش متفوق به متبع به قرآن والسنة تقصي علماء كم بتعبد أواني علم ناخن لأهل تكفير بعلم وقسناك غالبا عوام تش ناس هيج ناس أنا لا علمي أصول لا علمي فقه قواعد علم بويا بويا ناش داني شو مناقشين لقلابكي.
ومن نالهم هميان والشيخ شنالي هميان شيخ سليمان وقد كان غالب من يتكلم الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام أصلا يعني الدليل تو حكمك أزاني بس دليلك أنا أزاني شيء كسيوايا وكم الله أحكام أزاني في الله فلان اشتا الله شيخ فوزان وعلي شيخ فلان وعلي شيخ فلان وعلي إيه باشا قريما قصكي غلط بو شو أنا الله تو غلط أي بو شي يعني أي بو غبو يعني شي يعني غلط غلط هارك سيبيكا مدارك أحكام نيوتو لا معرفة لهم بالأحكام مدارك الأحكام كامي مدارك الأحكام الأدلة شويني حكمك دليلك أبو حنيفة وعلي رحمه الله إبز دليلك إيش يا شافعي وعلي دليلك إيش يا فضلا عن فوزان وبن باز وألباني وربيع وزيد وعمرو وكشي وكشي هل كسير شي قالي هل كسير أما طبعا بيريزيني مرك منهجي خوانا إما يعني أوافر كدو علماء أوافر كدو أو كواد دليل يعني دليل كان بزاني أنت فرمي ولا خبرة لهم بمسالك مهالكها المظلمة العظام باشا أقرتو أم تكفيرا تكفير تمن در هاي وشتكاني زور ترسناكا خطر وليس لهم عفوا ولا خبرة لهم بمسالك مهالكها المظلمة العظام وليس لهم اطلاع على ما قرروا أئمة الإسلام يعني أجان خلاف علماء وأقوال وقواعد نية ووضحوه في هذه المباحث التي لا يتكلم فيها إلا فحول الأئمة الأعلام ختيبة سريعة بكشة شيء لم موزعان أقساك التكفير التي لا يتكلم إلا لا يتكلم فيها إلا فحول الأئمة زي فحول الأئمة يعني لهنا إمام كان علمي شا طبعا هم عالمي إمامي هم إمامي كش فحلني فحل يعني كسي شزور عظيم لا علم ده محقق لا مسألة تكفير ده يعني بهندك لما شايخي إما إستل لولاتي سعودي بونمنا لسيش تقصناك في التكفير وفي الطلاق وفي الحيض شو برسائي ليبكا للتكفير سناك شو لحيض حيض سناك شو طلاق سناك شيخ عبد المحسن العباد رحمه الله أحفظه الله بو أخوي نصح نفسه أقل تكفير أصلي دين به لو أنا إذا غلاتي التكفير في بلد مرجئة لا تكفير قصيتي هناك بويا لا يتكلم فيها إلا فحول الأئمة الأعلام وهذه المسائل قد وضحها أهل العلم قرروها وحسبنا أن نسير على منهاجهم القويم من لا سقسي أوان بروين باشترا نكو ما نشد دابينين ونكتفي بما وضحوه من التعليم والتفهيم ونعوذ بالله من القول على الله بلا علم هل خمان قواعد دابلين فتوى دابلين وهذه المسائل التي أشرت إليها لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب كسك فصل خطاب خدا بي بي حكمتي بي دابي خويت على عقل وعلمي بي دابي أما نقصيت ياك كبرا أجرمي نخوين دوا ورقاتي نخوين دوا والله هيج لقواعد يعني اشتكاني احكام نازاني هاتوا تكفيرك امتحان تيشكا توشك قصيتيانك كف تكفيرتك وهموك سيكيش تكفيرك كقصيتيانك اتهامتك بمرجع والله نازاني مرجع شيء بخوا نازاني ارجع شيء بخوا نازاني للغة يعني شيء نازاني لا احكام لا اصلاح يعني شيء اقل برزاني زور بسقتي بخوا لو انا يكفر قدو فرق لإرجاء جنزاني حكم البسر عادات وقال أبو المعالي الجويني في كتابه غياث الأمم فإن قيل فصلوا ما يقتضي التكفير وما يوجب التبديع والتضليع أبو المعالي الجويني كيك قال فحول علماء عالم قولة كان يسلم أريد شيء أقر فيما نبقوتري تفصيلي أوش تعنى ما نبدني كإنسان بي كافر دبي وأوي كإنسان بي ببيب مبتدع وأوي كإنسان بي دبيب قمراء على جواب من شيء طبعا لا جنجي كبير سيارك بي الله زور سيرة أو أبو المعالي الجميني الله أقر برسال من لبكي الله قلنا هذا طمع في غير مطمع الله ما الدعوية لشوني خواني ما قلسه
طمع في غير مطمع، فإن هذا بعيد المدرك، يعني جيشتن في زورنا راحته، متوعر المسلك، يعني الريقية كان برا لنا هردو برزي ونزمي ونشيوي عزانية قصب كلها مشتاقة. يستمد من تيار بحار علوم التوحيد، أي الله أجر كسيك بيه ويقسلم شتانا بكات أبي الزور شارج ذابي، يعني يعني شون بالله درقاي شباب كده توال لبحر ودرياي توحيد لعلم توحيد أبي الشارع زابي لعلم عقيدة الزور يا أم تشيش أم جند تشيش الشارع زاي سل علم عقيدة. ومن لم يحط بنهايات الحقائق لم يتحصل في التكفير على وثائق، يعني كسي كوا تحقيق علمي نكل بيه وتوا ولا بني علم ودرنا شو بيه شهر زاي شي زوري نبي تشبل جيشي تش شتيكي دسا كوي لقواعد تكفير تا قصيت يابكا. ولو أوغلت في جميع ما يتعلق به أطراف الكلام في هذا الكتاب لبلغ مجلدات ثم لا يبلغ منتهى الغاية. الله قال قصيت يابكم تشندين مجلد راجي لقال وش قصيت ياناكا بلام علي هر ناقة تكوتا، يعني شي يعني مسألة تكفير أواي بلغ تكفير أواي علماء أواي باسيكم. أما قولي شبهية كمين ألين أبي هر كسكوتا ناو ناقضو تكفيري وأبي إنسان لا شي لما سليت تكفيرا نوستي أبي قصيت يابكا. وجه الدوام الجهل لا يعذر به أحد في مسائل عقيدة، طالين لما سلي عقيدة عذر بالجهل له. طبعا أما إطلاق بمشي وازا غلط إطلاق غير صحيح بو، لأن هذا القول من نتائج تقسيم الدين إلى فصول إلى أصول وفروع عند بعض الناس. جاري أصلا تقسيم أصول فروع إسلام دوبشة أصولي هي وفروعي هي، أما هندي لعلماء معتزلة علماء كلام كدو يعني علماء أهل سنة وناك والله عقيدة عذرتي أنا أخو أصلا هر أما ذبا مذهبي معتزلة ومتكلمين وأشاعرة يبوتي أو أن دلين علماء أهل كلام معتزلة وأشاعرة وأهل كلام دلين شي ألين لعقيدة تقليد ناخوة لعقيدة تقليد ناخوة بلام لفقها تقليد دخوات درستة يعني واجبة بوشي دلين لبرأوا عقيدة ربتي بإيمان واعتقاد وهمو كسيك بنظري خوي بعقلي خوي بتواوي ما تيجيشني خوي بيويستا لديني خوي تيبقى بويلا لعقيدة تقليدني برام لاي أهل سنواني أهل سني كون خدامة ألين تقليد بين السري لدرسي كدرسة كان دين السري آية لعقيدة التقليد درسة قولي قول علماء كانش لنبو نقلك. أما أوي كدالي لعقيدة التقليد دروزنية هو أهل السنن ونالن نالن سنينين حكمي عن مثلا نادم بس قولك قولي أهل سننية قولي أهل بدعية أهل كلام دالين لا عقيدة التقليد ناخو أو أصلاف بنيادي لسلن راوة بنيادة كتشية الدين ينقسم إلى قسمين الأصول الفروع. أصول عذر تيان ناخوة بو لبرو التقليدي تيان بو بس فروع جهل تيان أخوة بو لبرو التقليدي تيان درز بو أم تقسيم تقسيمك للا أهل سنة وناتوا ويبقى قولة غلطة لأساسة وغلطة لأن هذا القول من نتائج تقسيم الدين إلى أصول وفروع عند بعض الناس. فالأصول عندهم هي مسائل اعتقاد ولا يعذر أحد بالجهل، والفروع هي من مسائل الأحكام العملية ويعذر الجاهل بها، وهذا ليس بصحيح بو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق. عليه همو أو قولانيك أكري إنسان في كافر بيتوا جاري واهي الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل أكريك سكتي نصي في نقشت به لم تبلغه النصوص بلا لم سدمه على الشيخ فلان وتيتي مادم قرآن يتوى عزرة وثمان شندين جار وثمان قرآن عزر كهبو
عذر ناخوا بو اوي كسي اگر يهودي بمنته ونصراني بمنته وبوذي بمنته غير مسلمان به قران زاني او كتابي قاتو ناي قران ناي لا يخوا بالله والله من نم زاني پيامي كتي بيوت القران او بو اسلامي مجمله اما قران چي تيايا اي استمن توش تفاصيل القران نازاني كابو هل لقى القران زاني من قران عذر ناخوا ام قوله غلطه باش شيخ فلان كزبيله يان قولك اويا معناه كتريها بو مجتمعي شي يهودي نصراني وتبيتي يان بو كسكا دانش القران نخوينه تو بشتلك على القران القران لما لقيها هي نيخوينه تو انا دراسيه كانت تفسيرك يا زاني نفرسيارك اتوك القران بو بوچين بو ناچي تو بو دراسي ناكي معذور نيد بلام كف دراسيك واشخوينه تو بلام دعيش توشي هلايك به معذوره بويا لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده جاء رواية بلغيك بيك والله حديثك صحيحني أزاني صحيحني علي إيش بناك أو لم يتمكن من فهمها نصيك بيك ناتواني ذي تيبقي إيسا بون تاريكي صلاة بون منا حديثك قيشو درس أم حديثة واتي يقيك وفعلا فلانش الكفرة وكووي صلاة آياتك هنا وسيركي وانيا ناتوين تيبكي تعارض لبيني دليل كان دروز بوا بوساخنا بوتوا أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرض له الشبهات دليل الشبهات بودروز بوا يعذره الله بها قال تعالى معذورتك لقبولك فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ هركسي هول بدا هركسي الإيمان دا شرني علم هركسي هول بدا اشتلناك هاول بدأ مجتهدا في طلب الحق وأخطأ هليك فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان هركا سيبه عالم جاهل ليري لوية لشارة لدشتة دورة هركا سيبه كائنا من كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية إكابو لعقيدة جبه على فقه جبه لعقيدة على فقه كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة لسلم أبون يك صحابي نية لسلف مخالف يمقول به وجماهير أئمة الإسلام كوي أقدانا دانا مخالف إشي كتبه كوي علماء إسلام سلما وما قسموا من المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها تقسيم أصول فروع ينكد عقيدة والله عذرتها يا ناخوة وغير عقيدة عذرتها يا أخوة فأما التفريق بين النوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل أم تفريق جاوازي بين عقيدة وبين غير عقيدة ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام باش نشي أنا من نازل أما قولي شيخ إسلام وأما قولي هم علماء أئمي دين محققين علم ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة بويا عجبت أني باورك فرقي واهي استبنوا تكفير وجهاد وأمانة وأصول هم أصولي خوارج واعتزال وفرقة قسي واهي كان لا يعلى علماء كلامه إلا منهج سلف اشتوانية بلام أوان بطل خلقة المرجئة وأمثالهم من أهل بدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض هل لعلماء الإسلام لعلماء السنة أو قولان النقلكا ريك خوان بخوان بزانيان لا معتزلة ولا أشاعرة ولا أهل كلام ولا ينقدوا إن شاء الله باب عقيدة كان دين سيد التقليد كآية تقليد لعقيدة ذا هيا يعني باسي أكين ديارة وجه سيم وشوارة ممينات باشا بينش دقيتر ما شاء الله الوجه الثالث قوله ولم يعذر العلماء بالجهل إلا في حالة بويا متشار جواب التواوكين شار وجهه نسر الشبهانة هندي كان درين تنها دوش العزرة كسيكا لدشت جيابة يان كسي تعزم مسلمان وبيعودوا أنا معذورة
أما غيري وأنا معذورني كسر لنا وشاربي معذورني بهشته. وذلك لما تقدم عند ذكر أدلة مانع، وهذا الحصر ليس بصحيح. أم حصرة بمدو أنا صحيحني طبعا مناقشة ما كل بدري جيل بقرة نو بوي دراسي كان وتمان هركسك لأن يو شاري شجيا لنا علماء جبو بلام توشي شبهبو يعني علي كسيك نبو دسي بقرية همو أوانش معذور لبر أويك باس ما كده لما نعي جهل باس ما كده. ولما قاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر السني شيخ محمد يقول عبد الوهاب الله شيء، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر الله أجر إيه من تكفيري كسيك ناكن ك شيء أكاد أو قبيلة الشيخ عبد القادر جيلانيه هيا دي برستيت، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي أو الصنمي أو كالجقال أخوة أو قبية كذا برسلت وأمثالهما لأجل جهلهم. باش عبد القادر قيلين لك فيها بغداد مهد الحضارات شويني حضاريها مو عباسيها كو بادية يا كسي تازة مسلمان بوبي يعني أواني كدلين يا مشويني شيخ محمد كوين وشويني طلبة كان يا كوين وانية الله إمر كأجر تكفيري كسيك نكين قبرك يا عبد القادر يا أحمد البدوي ببرستيد وعدم من ينبئهم فكيف نكفر يعني بلام كسيك نبو بيت بيان بلا كسيك نبو بيت بيان بلا فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل الله إمر تكفيري أنا نكين شون تكفيري كسيك دكين كشركينية بلان نهاتو بلاي إما كاتي خوي اتهامي شيخ محمد يعني كتكفيري همو كسيكا هجرتي يعني بلانكا أو لم يكفر يعني هل كسي تكفيرنا كاوكو إما تكفيركين وكو من لم يكفر الكافر يعني جنجنكا لقل إما يدجي دوج مكان من تكفيري يكين نخير ما السيارة ديتها. وما قاله الشيخ عبد اللطيف عندك دين طبعا أمقصي الشيخ محمد يكور عبد الوهاب شيء كان رد ذا نوا أرين ما بس الشيخ أمنية قولي تريها أم قولي ورناجي أم قولي لكاتي وتوا واي 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 والله ما قد تما شاكم زانين قولك الشيخ با قولي أحفادي خوي تفسير كين. وما قاله الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ في منهاج التأسيس، والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر لها مو كسيك زياتر خوي باراستو لو يكوا تكفير بكار بيني حتى انه لم يجزم بتكفيره الجاهل الذي يدعو غير الله من اهل القبور كسك النزان جاهلا هواري كده قبر جزمناك تكفيرناك طبعا اما قولي احفادي اخوتي نوي اخوتي وعد الله الله لهمو كسك زياتر خوي باراست تكفيري كسي شناك كجاهل بو هاوري كده قبر الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه أجر كسيك نبو بين نصيحتك ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله يعني قال الشيخ محمد بن عبد الله في رسائله وإذا كنا لا نقاتل من يعبد قبة الكواز أجر إما التكفيري كسيك نكين كوا قبي كواز لبصرية مزقوتي كقبي شيء وخلقي فلست لسدمي الشيخ محمد عليك كسانك تكفير نكن قبك أنا فلست حتى نتقدم بدعوتي إلى إخلاص الدين حتى دعوتي نكين وعلمي بيان نكين وبانجي نكين باشا. فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا شون كسك تكفير دكين بس لبروي هجرتي نكدو ولا إما وإن كان مؤمنا موحدا غير مسلمان يجبه أم قسيب وإما دكان كأعلن هركزني ولا إما كافر دروه وجهي شوارم قول بعضهم وإلا لعذرنا اليهود والنصارى بجهل الله إن أجر كسيك جاهل بتكفيرنا كين كابو أبي يهود ونصارىش تكفيرنا كين جواب يا متشونا إن اليهود والنصارى ليسوا على الإسلام أصلا يهود ونصارى جاهلين أصلا رازينين بشاعت مانك رازين يهوديك نصرانيك بوذيك هاتشيك هيا شايتيك أدن كبازني دين داري خوان بجوزنا وابونا وإسلام أبو طالب رازي بو إيه أنا جاهل بن جاهل من خوان لسال أصلي كفر ما منتو إيه خو كسي خوي هر كافر بي بلين شي خوي بلين مسلمان هاي بلين كافر.
والإعذار لهم إنما يكون في عدم العذاب في الآخرة وليس في استحقاق وصف الشرك والكفر في الدنيا، ليسوا على الإسلام أصلا. والجواب إن اليهود والنصارى ليسوا على الإسلام أصلا، هم مسلمين. والإعذار لهم إنما يكون في عدم العذاب في الآخرة، يعني كابرة يهودية نصرانية لوانية لا آخرة بشتى باشتى ونشتى جهنم يمن هذا لوانية يهودية كعلمي فينا قشتبه لوانية يهودية نصرانية كعلمي فينا قشتبه يعني سردمية كبيغنبري تيانا بوا لدنيا بين الله كافر شو هر خوان كافر المسلمين أي بس لقيامة إيمان زين لو أنا أو يهودية أو نصرانية علمي فينا قيش بلا إخويا خن جزم جناك يبغى ينقشان معذورا لا إخويا. وخلاف العلماء مشهور في حكم أهل فترة، أما واني كأهل فترة كوابي غمبر لو لسدمي أو النبو بيت علماء خلاف يعني شون شونين خايت على ما بغينا الله. والذي عليه المحققون منهم أنهم يمتحنون خايت على امتحان يعني لقيامة، وهذا يختلف عن المسلم المرتكب لناقض بجهل. بلهم جواز للسركسية كمسلمان بكوتوت النيو شركة كواكا لدين دريكا بلهم بجهلوا شكا أو كسي مسلمان بشركة دكا الأصل فيه الإسلام. وقياس المسلم على غير المسلم وهو الكافر الأصلي في التكفير قياس مع الفارق، قياسك فرقها فارقتها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.